السلام عليكم. اليوم في اترونكس بدنا نجيب رينيجيت، طبعا ركبنا عليها شاشة اندرويد حجم 9 انش، طبعا الشاشة 2 جي بي رام، 32 جي بي ذاكرة، ركبنا عليها كاميرا خلفية HD، وضوح جدا عالي 720. طبعا ازرار السكان، الازرار اللي هني الاصلية قامة شغالة. معلومات المكيف تبين في الشاشة، الشاشة فيها جميع برامج الاندرويد، بلاي ستور، يوتيوب وغيره. طبعا معلومات الباب تبين هم، لان فتحت الباب وسكيت الباب يبين عندك المعلومات. حكم السكون شغال، فيها اعدادات السيارة، تضبيط الليتات وغيره. شاشة جدا ما شاء الله وضوح عالي IPS، مع الفريم خاص. استفساراتكم حياكم على الخاص او الواتساب